قال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذه قوة الوجهة القائلة بأن نحن أي ملائكتنا، لقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهنا مقدر في الآية والمعنى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فهما قعيدان، هما قعيدان، كما قال تعالى الإضمار هذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات أيضا أو ونساء أكثر. فقوله عن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، مفاده عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. يتلقيان ماذا؟ قال بعض العلماء: يتلقيان الأقوال والأعمال، يترقبان الأقوال والأعمال. فأي قول يصدر منك وأي عمل يصدر منك يتلقى واحد للحسنات والآخر للسيئات والعياذ بالله. عن اليمين وعن الشمال قعيد. الناظر إلى أمر الملائكة يرى أن الملائكة لا تكاد تفارقك، فعن يمينك ملك وعن شمالك ملك، ومن أمامك ملائكة ومن خلفك ملائكة. إذ الله قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قيل يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنت وأنت تمشي يا ابن آدم عن يمينك ملك وعن شمالك ملك، ومن أمامك ملائكة ومن خلفك ملائكة. فإذا جاء أحد مثلا بصخرة ورماك بها ولم يقدر الله لك أن تصاب، لم يقدر الله لك أن تصاب، تدخلت الملائكة وحفظتك بإذن الله. أما إذا أراد الله نفاذ أمر فيك تنحت الملائكة حتى ينفذ فيك قضاء الله سبحانه وتعالى. أنت تمشي بالسيارة على سبيل المثال، ملائكة تحفظك عن يمينك، عفوا، ملائكة متواجدون عن يمينك وعن شمالك، ومن أمامك ومن خلفك ملائكة حفظة، إن كل نفس لما عليها حافظ، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تحيط بك الملائكة، أنت في سيارة، في طيارة، في ماشي بمفردك، في أي مكان إن كنت، السيارة تسير بأمر الله، بسم الله مجريها ومرسيها. إذا أراد الله لك السلامة لن تصاب مهما حدث، يأتي شخص يمين شمال أمامك لن تصاب أبدا، محفوظ بحفظ الله لك. وإذا أراد الله أن ينفذ فيك قدره تدخلت الملائكة بإذن ربها لحمايتك من أي مكروه تصاب به. فملائكة في الأمام وملائكة في الخلف وعن اليمين وعن الشمال. ورد في حديث ضعيف الإسناد: ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله ويرضاه اتبعه الملك برايته،
فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فأنت يا ابن آدم محفوظ بحفظ الله لك أولا، ثم ملائكة لله يحفظونك عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، إن كل نفس لما عليها حافظ. فاذكر هذا جيدا، لأنك إذا تذكرت وتستحي أن تعصي الله، تستحي أن تعصي الله. والأدلة متكاثرة عليه، سمعتم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قبلها عن اليمين وعن الشمال قعيد، نصوص تفيد هذا المعنى دوما. فأنت مصاحب بهذا الرهط الكريم من الملائكة، فأكرمهم. ونستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب ومن كل معصية. قالت